نعم، طيب بعد أن تحدثنا عن ربما عن الظروف وأجواء مسرح الحادثة، لو تخبرنا عن طرف الخيط ومن أين بدأت القصة، كيف تم الوصول إلى الضحية وإيجاد مكانه؟ القصة أنها بدأت حينما وضعت أخت المعني، وضعت عبر التواصل الاجتماعي، وضعت منشور تقول فيه بأن السيد هذا الباعي بن عمران عمر متواجد في مسكن أخيها. لم نصدق على حسب المعلومات اللي راها متواجدة على كتابي أنها كانت بسبب إرث، ولكنها بعد 48 ساعة تراجعت. لكن المسؤولين المحليين وأخص بالذكر المصالح الأمنية أخذت منشور بعين الاعتبار، وتم تتبع القضية إلى حين وصول إلى المبتدأ.